السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من لجنة التعليم النيابية لطلاب المعاهد والجامعات. لجنة التعليم النيابية، توصياتنا بشأن الامتحانات للدراسات الأولية متعلقة بقرارات اللجنة العليا التي تقرر آلية الامتحانات سواء كانت حضورية أو إلكترونية. العام الدراسي المقبل سيكون دواما حضوريا والامتحانات حضورية، شرط أن يكون وضع الجائحة مسيطرا عليه. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر من لجنة التعليم لطلاب المعاهد والجامعات، بين تقول أن الامتحانات حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة راح تكون سواء كانت حضورية أو إلكترونية، يعني هي اللي تقرر اللجنة العليا للصحة والسلامة. أو تقول يعني الامتحانات يعني راح تكون نفس آلية امتحانات الكورس الثاني، راح تكون نفس آلية امتحان الكورس الأول، والعام الدراسي المقبل راح يكون دوام حضوري وامتحانات حضورية، تقول بشرط أن يكون وضع الجائحة مسيطرا عليه.